استهدفت قوى سلطة الأسد هذا اليوم النقطة التركية الواقعة بين كتيان وبلدة معرت النعسان بريف إدلب الشمالي بالمدفعية الثقيلة، كما استهدفت أيضا بعدة قذائف مدفعية محيط النقطة التركية المتواجدة في بلدة النيرب شرقي إدلب. أيضا قامت قوات سلطة الأسد هذا اليوم باستهداف منازل المدنيين في بلدة آفس بخمس مسيرات انتحارية نتج عنها إصابة مدني، وأيضا استهدفت محيط بلدة سرمين وسان بالمدفعية الثقيلة. بالانتقال إلى ريف حلب الغربي، قامت قوات سلطة الأسد باستهداف محيط بلدة إتقاد وكفر تعال وكفر عمة، بالإضافة إلى قرية كباشين بالمدفعية الثقيلة.